اسمي عطيب عبد النبي. هذا الوفد اللي شاركوا في المهرجان الثقافي لساحل والسهراء. طبعا جينا نقدم يعني سنائدنا للشعب التشادي نشوفوا شنو قاعدين نصنعوا وحتى يكتبنا فوق. طبعا عندنا ساق ده يعني ساق ده مصنوع من جلدنا الكبش وخاصة يعني للبنات اللي يمرقوا مثلا في السوق ماشيين بصرف فوق بدأتهم مثلا ماشيين السوق يصرف بدأتهم ده الساق السخير ده. طبعا عندنا ده الساق ده يعني مثلا يعني كارت افريقيا. طبعا ده كل البنات يشيلوا كم ماشين سوق يدوب فوق سواس بتاعهم. عندنا ده بتاع ده كل بتاع سيلي اسمه يعني برص ده كل طبعا للبنات ده كله معناته موديل واحد. جينا هنا عملنا يعني ده يعني بيتنا بندق فماس. طبعا زول كان عنده لو دخل يحفظ له من الألم والأجاج وكل حاجة يعني الشهر ده معناته ما عنده فوق يعني سجار ولا أي شيء يكون يعني بيت نظيف يعني بندق يكون دائما سالم. ده مصنوع من جلد أنا تيس أقوى جلد يعني في المصنوعات. عندنا الشنطة دي شنطة يعني شنطة كبيرة ومصنوع برضه من جلدنا الكبج. عندنا يعني نصل نقول ثلاثة ديبارتمان. عندنا اثنين شنك داخل عندنا بيتنا تليفون عندنا هنا بكن ادريس عندنا هنا بتابيك. طبعا دي شنطة يعني خيط حديثة كويسة اللي ممكن تشيلها تسافر فوق ذات تدخل لك حتتين فوقها وتشيلها تسافر كان دور تمشي فوق المكتب كله برضه تشيل لك أي حاجة. عندنا دي شوية سخيرة يعني أبشة شات دي من السيز يعني دي ذهب مرقت في آخر في السنة بداية السنة ده بس. طبعا هي دي فرق شوية من ديك هي شيء صغيرة دي طبعا لناس البروفيسورات وكذا ما بيشوفوا فوق ومش بيقروا فوق دي عندهم لعب. المركوب ده مركوب ده يعني ده شوية حديث شوية جديد شوية ده ذهب يعني مرق ما من الزمن ما مثل زي ده عند لو قطعات لما تلبس عند لو فتحت كده بديك راحه كان تروح فوقها. وده الشيء القديم الاول ده مصنوع من جلد هنا الورل. جينا هنا عندنا نائلات ده كله برضه مركوب اصله ده كل جبنا نستعرضه للناس يشوفوا يعني صناعتنا صناعه جميله. وعند ميزه يعني فرق من النائلات الاخرين دما في الشتاء وقت بارد تلبسها بكون دافي والشتاء يعني وقت الحامي تلبسها بكون لك بارد. فرق من النيلات كله نقلنا ده لانه كله جلد يعني تبي ممكن اي زول بيشتري بيستعمل يعني عند ثلاثه والساده تعمل تصب قطن وتصب في صالونك يعني كان دخلت صالونك ده يعني بيخير كل موديل بتاع البيت ده يعني احسن حاجه بتم بارد وما غالي ذاته. جينا هنا عندنا الصندل ده حسن موديل كان مصنوع بمكنة لكن كله مصنوع بيد بس ما داخل فوق أي شيء كله مصنوع بيد وهو يعني برضو يعني مصنوع من جلد هنا الورل. ده برضو سك نسائي ده زمان نسموه سنفت مرق فوق تدك في تنا النساء برضه سق يعني كويس ممكن المرأة اللي عندها سخير تسيب فوق تدخل فوق خماماتها وتمرق فوق الهلة. ده برضه ده ذاته تبي لكن أصغر شوية من ذاك وخدمته ذاته شوية ما مثل ذاك ويستعمل كله يعني في المنازل في الصالونات. هنا ده بوف يعني زي مقعد بقعد فوقه زي الشيس بس تعبي قطن وتجلس فوق. اذا كان زول بس ابا يعني هو يتلزا ثاني ما يخلي اللي يستعمل هو ده بس يخليه بتاع صالونات انا البجول الاوريجينال ذاتها كان استعملت ده بتم الدور يعني شغل بسموه يعني مقعد اللي تستعمل ده لان سيشي كل جلد 100% وما عند اي امراض. وبعدين مكتوب فوق ابشه وعملنا فوق صوره انا هوتا ده سك نسائي يعني سك احسن سك ده من الموديلات الحديثه اصل الذهابه مرقت. ده برضه ليه البنات ممكن بيستعملوها بيمشوا فوق
السوق اي يمشي فوق اي محل تستعمل في اي مناسبه. هاي ده سك يعني سك هاتو لبنات المدارس يعني ممكن يريد تشيل تمشي فوق المدرسه برضه. كل من الهادات الجديده الجبنا استعرضناه هنا في المهرجان ده في الفور ده. عندنا شابو يعني بهمك من الهمو في وقت الهامي تدخله يعني بساعد. وده كل شغل من الشغل المهم بالمره الناس استعملوه. طبعا ان هنا كل عندنا سك فم كل سك سورتي لكن خيرنا شويه عملناه بقماش وديكور حق صوني بفروه بجلد خيرنا بجلد ده كله يعني ساك احسن ساك لب داخل شفا يعني برضو يعني عند فوق كله مترز بقماش. طبعا دي اصنافنا وعندنا هنا سندال دول كل سندال يعني انواع مختلفه كل انواع مختلفه ممكن زول يقدر يجي يشتري ويستعمله. عندنا هنا ده مدبقة وشت لاشي عباسي ممكن الناس الكبار ده كان شافوه بعرفوه. ده أول صناعتنا أنا في بشة زمان سابقا كل الناس بيستعملوها دي. طبعا يقولوا ما ننسوها عشان ما لقينا شغل جانا جديد بدنا نخلوها أنا الزمن ده. ده كله برضه جينا استعرضناه للناس عشان يشوفوها. طبعا هو طول ايد دولي وانينا كمدعوين جينا نوصفوا صناعتنا للشعب التشادي لان اي زول كل الما قدر وصل هنا كل انين جينا وصلنا عشان يشيل منا. طبعا ويدين هم ما قدروا مشوا عليه هناك انين جبنا لهم في محلهم هنا دم الشعب انا هنا بكان يقدر يحاول يجوا يشولوا يعني صناعتنا يستعملوها. والله الناس الجو من الدول برا ده يعني خيطوا فرحانين بالمره لان شافوا الصناعه دي يعني ارتاحوا زياده بالمره. كل ما اشوفهم الميم بقول انا الميم جينا هسه في الوقت هذا يعني مرق نشوفه كده لكن نجوكم اني نجو نشوف نشتروا منكم يعني شغل كثير واي حاجه يعني هم فرحانين اخواننا بس نو الجلد ده. طبعا ندوروا سيء اني ناس نشتغلوا لكن المهم مهم لنا ده ندوروا زياده. طبعا دي فرصه بواسطة التلفزيون أن نطلب من المنظمات يساعدونا سهي أن الصناعة دي قاعدين بجهودنا قاعدين ماشيين فوقها ندور زيادة هنا تدريبات وزيادة هنا معدات عشان نخيروا صناعتنا دي. طبعا هسه حاليا دي ماشيين سهي سمي الصناعة دي لكن تدور لها يعني تدريبات. اليوم انين جينا نادونا من ابش جينا باسمنا در وداي وهدرنا في الثقافه انا تشات عامه السياحيه جينا هدرنا كل الريجو جاي يدور علينا كل جينا هدرنا وانا جيت باسم انا الرئيس انا الصناعه ده جينا للتجاره انين جينا للسوق نادونا بالسوق عنينا جينا وجينا جينا المعرض جينا رصينا فوق خمامنا ده المعرض ده عندنا ده وساده هنا الوتيره اللي حط لي بيه ورا ده وساده هنا وتير صنعنا بقطن والقماش اللي هسه قاعد بينشف حاليا ده عمره انا زعف الامر انا الزعف ده في الزمن ده بصبوا فوق دخان العوين ده الأمر حق بصبوا فوق دخان ده عندنا الرحابة كل قاعدين نصنعوها هنا في عبشة ده عندنا القرطال عندنا القرطال ده زمن القرطال ده يصبوا فوق الايش هسه الكراتيل ده بيقول ده هنا العرب يصبوا فوق ايش الطبق الحصة انا رفيت ليه ده الطبق ده اول انين قاعدين نشوفه انا الزقف وحزنا الزقوري في التراب كله نخومه بيه الرومات
لكن أسانين عرفنا لي شيء واحد ده نكتبه فوق كتبنا فوق الريجيو أنا وداي ده عندنا البرتال نصد به فوق الأكل ده عندنا الأمركوفو هنانا اللي يحط فوق إيش ده الأمركوفو يحط فوق إيش عندنا هنا الدواء دي دواء عباسي اللي بيحط فوق هنا الدواء اللي يكتبوا بها بالقلم ده عندنا الخصل والضي حنان الزمان يوضوا بيا هنا عندنا ده البرتل هنا الإيش ده براتلنا هنا الإيش ده عندنا هسا جرير البلك قايدين هسا فوق ده هنا الألمي زمن سيادة يقصلوا ويربط لي الجيتي ويهط لي الجرعة في خشمة الأمرة دي أنا ناس الأمرة دي عندنا ثلاثة نوع دي أمرة دي أنا نقول علمناها من الزخاوي علمنا بس حتى نرى دربوشات حتى نفوق على دربوشات ده أنا نقطعنا وحتى نفوق على دربوشات وده الاتهاد هنا أنا كمان البنات اللي بخدموا فوقها ده بنات الاتهاد ده الفوت هنا الديسين الفوت هنا يفرشوه في الطابول وكان يسدوا بقى الاكل وكان يقدموا بقى اي شيء ودي كان الشمله دي الشمله بصنوها بصوف بصنوها اول تبعد ده نشيل الصوف انا خنم الصوف ده زول يفرد نظيف تاني قبلوا يخسلوه بطن نولكوا لي علمي نصبوا لي قاروره ينيلوا حتى تو يا حتخطوه خلاص يا دربوه يا بدو العمل تقبل تقى شمله الصوف انا خنم بس انا جيد نمثل ريجيون هنا در وداي وجيد نوصف لكم تاريخ عباسي انا در وداي دي الفروة والثاني الفروة بقود فوقها ده استعمالات جايدين بقود فوقها بيصلوا بعبد فوقها ودي السفه در وداي اتطورت بالجري انت الهراتي بهرت بالزراعة سمي دا مصوات البسوط بإيش هاي الهجريج ده الشيء كمتين بسوبية ودا هنا الملا اسم مصوات المروار ودي كل الكدنكة كلها نهراتي كان درابة يا هرتبة دي البرمة انت الايش البسوط فوق الايش ناس الزمان بسوط في البرمة دي انت التيني دي البرمة انت الملا دي الكلول البدرب فوق الملا ده الكلول الكاس دهن الالي المي ده شيشة أخضر يمرسو يمرسو بعطرون خلاص نادم كان مرق جا ولا مشى الزر جا يشرف فوق ده بس نقوم منه والدقيق ده هنا الجوجر وكلا بس نقوم من الخلة دي جوجر بوتو المي في نار بولك ولاد دقيق ده بيصبوه يصدوه يقعد ينجد بعد نجد كي خلاص يجوا يصوتوا لازم بقى مثل الدرادم درادم كي وخلاص يدروا في طبق يبرد بعد برد خلاص بعدين يجيبوا روابة يصبوه ويصبوا سكر شيا اللي يدور يصب سكر الماء يدور ما يصب سكر وخلاص يشربوا أقول ده ويدين ده
كان أكله ده بتم ما يقدر يأكل شيء بيصبرهم جوز كأشي ده سخان أنا ناس أنا زمان يودوا بيا يسبوا علمي يودوا بيا بيسموه إبريق سموه إبريق بس نوع من تيني بس نوع من تينا وبتشوف النار وده الخسال البوض فوقه دي الدواي بكتب فوقه آية قرآنية في اللو ده الجر الجر هن الموية ده الجر هن الألمي دي المكشاشي البقو الشباة الفداي ده الهجليج البصنو بو السبي فوائد يعني نادم كان سمي وجه قلب ومسكولا قلبه بدلي الأرديب هو كلا بيستعملوا كلا كان نادم قلبه شيء كتمامة عشان يموسى ده الكرنو ده القرن ده كله بمصو ده شت دقاب وده الكشي برا بعدين كان دقو في الملسبو عشان بيقيد النية نادم باكل أيه بنتريه وبنتي النية نادم باكل سامي وده كله السجد سجد ده طماطم ده كول وكله كان دقو سبو في ملعنة شرمود ده بنتني عن الأكل دي الدرابة ودي اللوبيا اللوبيا ده كله كان ضربه بملا أدم أفين زول عشان بديني باكل ده كسار كسار صبوه في كورتالي كان نادم جاء من خدمة يصبوا لي ألمي يشرى ده أمكشك هو كله مثل الكاك أنا هسا بقول لي كاك كاك ده أمكشك بس نقو من كريب ايش يسوتو وخلاص يصنعوا منا دا كريب دا الناس انا زمان ايش كان ساعته يسلو يسبو في قران مولادا جاي دا تبقى قال يسدو بيا ودا هنا مولا قدا هنا مولا لس يسبو كده ويسدو ما ببروتا يتويل ما يبروتا دادي ينفول دادي ينفول يدرب فوق ملاحات ودا دهن البقر دادي ينبقر دادي ينبقر